أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نصرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها اندلاع حريق مهول بأحد قصريات القصر الكبير ولن إلى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسى وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو ناشب حريق مهول صباح اليوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 بقصرية الحليمي بالقرب من المحطة الطرقية بمدينة القصر الكبير وذلك حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا وذكرت شهود عيان للعرائش نيوز أن ساكنة المنطقة تفاجؤوا بألسنة اللهب المندلع بالقيصرية تم مباشرة إشعار عناصر الوقاية المدنية الذين انتقلوا على وجه السرعة لعين المكان لإخماد الحريق الحريق أتى على جميع المحلات الموجودة بالقيصرية مخلفا خسائر مادية كبيرة على سلع أصحاب المحلات الذين يعملون في بيع الأغراض المستقبلية. وعن الأسباب كانت نفس الشهود أن سبب نشوب الحريق هو تماس كهربائي بأحد الأسلاك الكهربائية بالقيصرية إذ سبق لأصحاب المحلات أن قسم الأشغال بالجماعة قصد التدخل إلا أن ذلك لم يكن وقامت مصالح الأمن والسلطات المحلية بفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء افتعال هذا الحريق